عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. ساعات يا جماعة ما بنرضاش نطلب زي اللي مستقلين بربنا. مستقل بربنا ليه؟ هو ربنا ده قليل بقى. أنت تكلم ربنا وتقول له بس الولد يعدي في الامتحان، هو ده أخرك يوم ما تصلي؟ أنت لو قلت له يا رب خلي البلد دي كلها تعرفك، هو ده الطلبات اللي نطلبها من ربنا؟ عمق طلبك، اعرف أنت بتتكلم مع مين. يحكوا مرة عن واحد من القياصرة العظماء، جاله واحد طلب سجنه، فقال لهم فأظن القصة كده، مش الإسكندر الأكبر أو حد، فقالوا له سجنته ليه؟ قال لهم بيستقل بيا أنا، عشان يطلب معاد ويدخل يطلب طلب زي كده يبقى بيحتقرني أنا. اللي يدخل لغاية عندي يطلب قصر، يطلب بلد، يطلب كنوز الدنيا، هو أنا قليل؟ إنما جاي لغاية عندي هنا يطلب طلب زي كده ده يتسجن. طبعا ربنا ما بيعملش معانا كده، بس أنا عاوز أفهمكم يعني إيه ربنا بيقول له عمق طلبك. لو أنت مدرك أنت بتكلم مين في الصلاة هتقول له يا رب مش هطلب أقل من ملكوتك، لأنه أنا وحش وكل خطية ومش عارف بكرة ماشي إزاي، بس أنت قلت اطلبوا ملكوت الله وبره وأنا طالب الملكوت، اهدينا يا رب إلى ملكوتك. عمق طلبك. واحدة تقف تقول له ابني بعد عنك ومفيش أي بادرة أمل يرجع لك، إنما أنا هطلب بقلب جامد وأقول لك ابني لازم يرجع لك. عمق طلبك ورفعه إلى فوق. مش أنت بتكلم ربنا اللي في إيده كل حاجة؟ ليه بنشتغل مع ربنا كده في الحاجات الصغيرة؟ بنقعد نكلمه في الفلوس وفي الصحة وفي المشاكل وفي الناس. أنت بتتكلم مع ربنا، بدل بتكلم ربنا تقدر تغير الكون كله جوه صلاتك. ده اللي قاله المسيح وما فهمناهوش لما قال يا جماعة لو وقفتوا تصلوا لو عندكم إيمان تقولوا للجبل يتنقل أنقله. يا سلام، ده أنتوا ولادي أؤمر بس كده. لكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ مفيش إيمان. نحن نطلب قيامة الأموات، والمسيح وعدنا يجي اليوم كل اللي سبقونا يقوموا ونشوفهم تاني. عمق طلبك، أدي الطلبات. لما يجي الرأي يقول له أمين تعال أيها الرب يسوع، أيوة كده رفع طلبك إلى فوق. لما نقول له في أبانا الذي ليأتي ملكوتك، خلي الدنيا كلها تعرفك، هو دي الطلبات. لكن احنا طلباتنا خايبة. عمق طلبك، اهو دي الطلبات اللي بتعجب ربنا. يا سيد اين تمكس؟ انا مش عاوز منك حاجة، انا عاوزك انت، انت نفسك. انا مش عاوز منك، انا عاوزك اقعد معاك وما تسيبنيش وما تبعدنيش عن صدرك ابدا. احنا طلباتنا مادية ولا طلباتنا روحانية؟ احنا طلباتنا مؤقتة ولا طلباتنا مؤبدة؟ احنا طلباتنا شخصية ولا بنصلي للعالم كله وللكنيسة كلها؟ احنا طلباتنا زي حزقية اللي يعني مرعوب من خياله، ولا طلباتنا زي أشعية اللي عاوز خلاص شعبه؟ الطلبات الضعيفة تضجر الله، الطلبات اللي مفيهاش إيمان بتزعل ربنا. لما تقرب من ربنا وانت شاكك فيه يصعب عليه. ليه يا بلاد كده؟ ليه بتشكوا فيا بعد كل اللي عملته؟ بقى انا موت عشانكم واطلع السما احضر لكم الابديه وتقلقوا من شويه ناس على الارض.